مرحبا ترحيب تنبه للمواجب العصيلة عد ما لاحت برقو عد ما حنحن رعدها يا هلا باللي لقاهم يشفي الروح العليلة يا وجيه النورها كالشمس لا جات بكبدها يا وجيه النورها كالشمس لا جات بكبدها مرحبا ترحيب تنبه للمواجب الأصيلة عد ما لاحت فروق وعد ما حنحن رعدها يا هلا باللي لقاهم يشفي الروح العليلة يا وجيه نورها كالشمس لا جت بكبدها مرحبا باسم الكريمة بنت الأجواد الأصيلة أم خالد يا سعدها اليوم في فرحة ولدها أم خالد يا سعدها اليوم في فرحة ولدها أم خالد والمدايح كلها فيها قليلة الزيون وصابها وما نحصيها في عددها بنت شيخ بالكرم والطيب ما نلقى مثيلة شيخ عز وشيخ طالة والمواقف هو أسد من زحول الماخذين المجد وسيوفه وخيله لابت تظفر بالأفعال الجزال وتعتمدها لابت تظفر بالأفعال الجزال وتعتمدها وفخري يا أم خالد فيك وانت له سليلة ذاك راعي المرجلة وللمراجل هو سندها يا عسى الجنة مقرة والنبي فيها خليلة جعل قبره روضة في كل أوقاته يردها وانت أخت اللي لهم فالناس مدر وفضيلة القروم اللي لكل الناس ما تكسر مددها القروم اللي لكل الناس ما تكسر مددها وابو خالد هو كريم ومن ضحاصيح القبيلة العريبين الجدود ومن صات من نشدها الله يبارك لخالد ليلة من ألف ليلة ليلة فيها السعادة ويفرح الكل بسعادة انت رمز الجود يا خالد والأوصاف النبيلة يا وريث ابوك بفعله واسمك ما في قدها يا وريث ابوك بفعله واسمك ما في قدها وانت رمز الجود يا خالد والأوصاف النبيلة يا وريث ابوك بفعله واسمك ما في قدها ربعك اللي يكسبون الطيب ويا نعم القبيلة عزوتي عبس ولا شل البيوت الا عمدها وثري الترحيب باللي قتل فاشعر وشيله مرحبا بضيوفنا عد النجوم وما بعدها مرحبا بضيوفنا عد النجوم وما بعدها 0501 3468